فقه بناء الدول رؤية فقهية عصرية. تحت هذا العنوان انطلقت فعاليات المؤتمر 30 الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والذي يستمر على مدار يومين تحت رعاية الرئيس السيسي وبمشاركة ممثلي 57 دولة، منها 20 دولة إفريقية. وفي كلمته الافتتاحية أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن بناء الدولة مطلب شرعي ووطني لجميع أبنائها، وهو ما يستلزم الاهتمام بالعلم والعمل والقيم الإنسانية. نتابع. على طريق النقاش الممتد باتساع رقعة الأوطان، انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي 30 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحضور وفود العديد من الدول العربية والأجنبية، للالتفاف حول رؤية واحدة، وهي بناء الدول بمنظور فقهي عصري. هناك إجماع على أن هناك كان هناك توفيقا كبيرا في اختيار موضوع المؤتمر في هذا التوقيت، وهو بناء الدول. وإصدار وثيقة المواطنة من الآن نلقى تأييدا كبيرا من كل العلماء، ونلقى استعدادا منهم لتبني الوثيقة في مختلف دول العالم، لأن قضية المواطنة والدولة الوطنية وبناء الدولة أصبح هما مشتركا لدول العالم. وما وجدت في هذا المؤتمر من طرح مؤصل ومشاركة كبيرة جدا من أصحاب السماحة والمعالي والفضيلة والمثقفين والمفكرين ونخبة من الشعب المصري العزيز، لا شك أن هذا يعني مثالا كبيرا وأنموذجا لما تريده مصر للعالم الإسلامي من خير. وبهدف التعرف على ماهية حوار العلماء والفقهاء والمتخصصين، يأتي التأكيد بالالتقاء على أرض الكنانة مصر في مؤتمر الأوقاف الدولي للوصول إلى آليات إيجابية تعمل على دحض الإرهاب وما تعلق به من أفكار مغلوطة. إذا فهمنا الدين فهما وسطيا صحيحا ومعتدلا، فإننا نفقه أن تأمين الأوطان والعمل على سلامتها وبنائها وعمارتها هو في الحقيقة من أصل الدعوة الإسلامية. كان لازما على القاهرة على مصر أرض الكنانة أن يعلن من القاهرة إعلان بأن بناء الدول قد يأتي خارج المنظومات الإسلام السياسي، وإنما بناء الدول يأتي من خلال نظرة فقهية معاصرة. لا شك بأن هذا المؤتمر المميز فقه بناء الدول حسب الرؤية العصرية الفقهية المعاصرة هو عنوان طيب ومميز، يجعل من هذه المؤتمرات منصات للتلاقي والحوار. الجلوس بداخل قاعة النقاش والحوار بعقلية تستشرف المستقبل، أبرز ما حرصت عليه الأوقاف في مؤتمرها الدولي 30 للخروج بنتائج مرجوة وملموسة. وسط إشادات بالغة من المشاركين بالمؤتمر الدولي 30 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجهود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ودور مصر الريادي في نشر سماحة الإسلام، يأتي انطلاق فعاليات المؤتمر بمرتكزات من الحاضرين لوضع رؤية فقهية عصرية في بناء الدول، من شأنها الإسهام في مكافحة الإرهاب بصواريه كافة. وليد هيكل، التلفزيون المصري.